هذه المسألة حضور المرأة إيجابيا على العالم الرقمي الآن اختلف منظوره واختلف تصوره، ويجب كلنا، يعني أنا بغيتك اليوم توجه رسالة لشاباتنا اللي يدخلوا للعالم الرقمي من أجل البزنس أولا، كما هو شأنك أنت استثمرتي الجانب الرقمي كبزنس، كمقاولة رقمية تقدم خدمات، تمام؟ المحتوى الرقمي أيضا والعالم الرقمي ممكن أيضا أن يرفع، يكون رافعة اقتصادية حقيقية، لأنه هو المستقبل اليوم يا مريم. صحيح صحيح. والآن دائما أذكر في مداخلاتي ولا في الكونفرنس دائما أذكر إحصائية أو هو رقم شيفر كلي، رقم مهم جدا يجب التذكير به، هو أننا في المغرب عندنا نسبة النساء المهندسات 42% من نسبة عامة المهندسين، وهو واحد الرقم كبير جدا بغابور أو مقارنة بدول أخرى، بحال مثلا في فرنسا كنلقاو 23%، في الدنمارك كنلقاو 17%، ملي حنا في المغرب عندنا 42%، هذا رقم مشرف جدا وتاج قد تلبسه المرأة أو الطالبة المغربية فوق رأسها. وبالتالي بما أننا عندنا هذا لاكسي ليدوكاسيون تكنولوجيك لي ستيم ساينس تكنولوجي انجينيرين اند ماثيماتكس، نقدروا علاش لا ندخلوا كذلك لمجال المقاولة. ودائما أود دائما أن أشير إلى تجربة المقاولاتية، ماشي دائما كتكون بالصعوبة التي يتم الترويج لها، ماشي دائما، بمعنى ربما ملي كتبدأ نجيك بصراحة تامة ملي كتكون عندك كتخدم على لو غيزو ديالك، كتخدم على كيقول لك your network is your net worth، القيمة اللي كيعطيك لو نتورك ديالك راها القيمة اللي عند البيزنس ديالك كتكون جاية حتى من لو نتورك ديالك. طيب خليني استغل الفرصة حديثك هكذا عن هذه المفاتيح اللي اعطيتيها اللحظات، اوكي؟ في عندنا فكرة دائما شائعة بين شبابنا انه والله خاصك معارف، يلزمك معارف باش تكون مقاولة ديالك، يلزمك راس مال صحيح، يلزمك اللي يدفعك. دائما عندنا المسألة وجود الآخر هو من يفتح الأبواب أمامك. طيب أنت مريم، أنت من ناس عاديين جدا دمجتي ودخلتي هذا العالم، وأنا رأيت يعني في فيديوهاتك الشركة، يعني من دعمك؟ من فتح الأبواب أمام مريم؟ صراحة كل عندما أسمع التبريرات من قبيل لازم يكون معك شي واحد موراك، لازم يكون عندك رسمة صحيح، لازم يكون عندك ناس اللي غادي يدعموك ويوقفوا جنبك، أظن صراحة أنها تبريرات قد تكون صائبة، ولكن يمكن تجاوزها إلا كان عندك الحرفة، كيف مثلا نقولوا باش نسامبليفيوها باش ندي تبسيط، الا كان عندك لو سافوار في ولا لو نوليدج ولا الحرفه ولا المعلومات على لو سيرفيس اللي بغيتي تقدم ولا الخدمه اللي بغيتي تقدم لزبنائك، فلا اظن انك محتاج بطريقه ضروريه لهذاك لو كود بوس باش تبدا البيزنس ديالك. ربما تحتاجه والا لقيتي الناس اللي يعاونوك، هذا شيء جميل، بالعكس الإيكوسيستم كيخدم مع بعضيات، وكل ما عاونتي الناس كل ما غيعاونوك الناس، وهكذا غيولي داك ليكونومي سيركولير، غتولي القيمه ولا كرياسيون دو فالور ولا كرياسيون دو ريشيس غتولي سيركولير، غتولي متنقله يد من يد كيف ما كنقولوا، اكزاكتومون، ودائمه فيها الاستدامه. فاظن ان شي حاجه مزيانه الا كان عندك الناس يعاونوك، ولكن راه ماشي شرط. ملي بديت لو بيزنس ديالي ما كانش عندي مال، ما كانش عندي، كان عندي فقط لو سافوار فير ديالي، ولقيت لي زيكوسيستيم انتربرونوريو اللي كيخدموا عليهم، بحال مثلا لي تكنوبارك، بحال لي ستارت جيت، بحال بزاف ديال لي زيكوسيستيم اللي كيعاونوا المقاولين الشابين والشباب وكيدعموهم. وإلا كنتي امراه ربما غتلقاي مساعدة أكثر من الإيكوسيستم اللي كيحاولوا أنهم يدمجوا النساء في العالم الرقمي المقاولاتي.